السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. والله راسنا وجعنا وما فهمناش. البارحة كنت حطيت فيديو تاع رضا عباس وحسين جناد. رضا عباس تكلم وقال انه وليد صادي حط الملف ديالو. السلطات قال لك السلطات المعنية يعني السلطات العليا قال السلطات العليا عطاته الضوء الاخضر باش يحط الدوسي ديالو في المسابقة هناك في الكاف باش يدي منصب. واش دخل السلطات واش دخل كذا؟ هام تونس هام حطو ما جبتوهاش البارح نسيناها. ابو ريدا تكلموا عليه دوك تسمعوا واش تكلموا عليه حسين جناد. قال لك بالمعاونه تاع الجزائر تاع سما الجزائر خلاته يبقى في الكاف في الفيفا يعني ما راحش يترشح للكاف يعني قال لك هنا وليد صادح يريح وحده شون ليبر. لكن اليوم انا شفنا باللي تونس هي ترشحت. تابعوا معنا واش حطوا خوتنا ودوك نسمعكم في الكلام تاع رضا عباس وحسين جناد. قامت لجنة التسوية صلب الجامعة التونسية لكرة القدم بمراسلة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لإعلامها بمرشحها لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والذي سيتم انتخابه في شهر مارس 2025 وسيمثل تونس في الانتخابات من أجل فوز بمقعد في عضوية المكتب التنفيذي. العضو السابق للجامعة ومدير المنتخبات الوطنية السابق حسين جنيح بحسب ما حصلت عليه موزايك من معلومات. يعني الآن وليد صادي مثل ما قال حسين جناد راه وحده في شمال إفريقيا نقول له يا حسين جناد هاي تونس هاي ترشحت هاي جابت هذا حسين جنيح هو اللي راح يكون مترشح مع وليد صادي. راح نسمعكم واحد الكلام خاوتنا وراح نعاقبوا عليه راح نعاتبوا عليه سمح نحضروا عليه الكلام هذا وخاصة في واحد المقطع. تابعوا معنا واش تكلموا ونعاودوا نولوا. اليوم الفرصة مواتية وليد صادي أمام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة قدم تلقى الضوء الأخضر من السلطات العليا باش يمد الملف تاعو ويرسلو الى الكونفدرال الافريقي. هنا اللي تلقى الضوء من السلطات العليا السلطات انا كجمهور جماهير رياضيه واش دخلها في الاتحاد الدولي لكره القدم في الاتحاد الجزائري في الفاف واش دخلها في الاتحاد الجزائري لكره القدم؟ صادي بنفسه يحب يترشح ولا ما يترشحش انا هكذا نعرف. واش دخل السلطات؟ دائما كلمه السلطات هذه ماهيش مليحه. السلطات عندها المهام ديالها، رئيسنا عنده المهام ديالو، السياسه ديالنا عندها المهام ديالها اللي راهي تخدم. وكان جينا كيما السياسه لو كان رانا غزيناها هذيك الكاف. وكان جاو عندنا رجال كيما اللي في السياسه في الرياضه لو كان رانا غزيناها الكاف هذيك. زيدوا تابعوا معنا واش قال زيدوا. هي لكرة القدم وليد يكون صادي وليد صادي قدم الملف تاعو الى الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. قدموا صح علاش تونس حطت بيان وانتم مازال ما حطيتوش بيان؟ قولوا اكتبوا صحافه اللي تعرف تجيب الاخبار تحط بيان تقول رسميا وليد صادي راهو حط الدوسي ديالو في استفتاء هذا تاع عضويه في الكاف. نورمال هذه مش حاجه كبيره هذه يعني شفنا رؤساء عبد المجيد تبون رئيسنا واخرون يحطوا دو نورمال قدام الشعب قال انا حطيت الدوسي ديالي باش نكون مترشح لكذا حاجة عادية علاش هي بتخبيها؟ زيدوا تابعوا معنا. فهمت؟ واليوم نتمناو اننا راح تكون المنافسة شريفة. عندنا إمكانيات وعندنا رجال وعقدنا العزم اننا راح نعاودوا نولوا إلى نقولوا مكانة ماشي مكانة طبيعية، مكانة طبيعية إن شاء الله. الجزائر تفوق كل هذه المناصب الرياضية اللي نعتبروا احنا كما نقولوا تحصين حاصل. نتمناو اننا اليوم نعاودوا نولوا الى المكتب التنفيذي ان شاء الله ما تكونش فيها منافسه واحده اخرى لانه لحد الساعه ربما الطريق راح يكون مفتوح امام ممثلي الكره الجزائريه باش نعاودوا نولوا الى صناعه القرار في المكتب التنفيذي. المفتاح انتخابات الكاف بيد انفانتينو. هذا على بالنا بها كنا قلناها عندي عام اللي قلت الفانتينو هو اللي راه حاكم لاكاف هذه حاكمهم لودا ويمشي فيهم كما يحب. حاكم غير لاكاف هو اتحاد دولي حاكم لاكاف يمشيها كما يحب لكن الاتحاد الاسيوي الاتحاد الاوروبي ما يقدرش يدنا عليه لانه هنا في افريقيا في لاكاف التم القاعي بعد
اكو تعرفوا. اسمعوا معنا حسين جناد واش قال وحدر وليد صادي. مازال عنده ذاك التخوف من انه ما يقدرش يبقى في الفيفا. انا نظن بان ذاك التخوف زال. وكيف زال هذا التخوف؟ اللي الجزائر عندها يد في هذا الشيء، لان كاين مساعده لابو ريدا باش يبقى في الفيفا، وعلى هذا يعني وليد صادي راح يترشح للكاف وراح يكون مترشح وحيد على منطقه شمال افريقيا. على منطقه شمال افريقيا لماذا؟ هنا قال انه ابو ريدا المصري راهو عنده منصب ديالو في الاتحاد وفي الفيفا، يعني كان خايف ينحوه من الفيفا، ينحوه المنصب ديالو اوتوماتيكمون يهبط ويروح لاكاف يدي مقعد لتما. لكن قال لك عاونوه من الجزائر، يعني عاونوا بالك صادي بالك على حسب كلامه شو يقول. قال لك عاونوه باش خلاوه في الاتحاد في الفيفا باش صادي يلقى روحو الحصان الابيض وحده في لوشون باش يدي هاد العضويه في الكاف. زيدوا لكن تابعوا معنا بعد ما حضروا. لانه لو ابو ريدا راح يترشح لعضويه الكاف في شمال افريقيا ووليد صادي راح يكون معاه، انا من هذا المنبر نقول لوليد صادي اذا كان راح يترشح راح تنافس ابو ريدا غير مكان له، يعني غير مكان له تترشح، خلي الرجل يروح وحده، لان الرجل مسيطر يعني بالطول والعرض على الكاف وعنده يعني عنده باع طويل في الكاف، يعني ما نقدرولوش حنا. انا نظن اليوم بان كيفاش ما نقدروش يا حسين جناد؟ كيفاش ما نقدروش؟ يا اخي كنا نقولوا حنايا اقوياء وحنايا نعرفوا الكواليس وحنا كذا وكذا، علاش ننسحب نكمل مام ابو ريدا يجي الفانتينو يهبط يجي للكاف نبقى في السباق وندير اللوبيات ديالي ونخدم؟ علاش قلت انه شغل استسخرت المناصب الجزائريه قدام هذا ابو ريدا كانه هو حاجه واو، حاجه نورمال ابو ريدا سما هكذا ما عندناش كواليس حنا سما هكا كنتوا تكذبوا علينا. كيف جاء ابو ريدا تقول وليد صادي نسحب؟ نقول له لا، حنا كنا خايفين من التونسي، انا كنت خايف من التونسي اللي راه زاد ترشح، هاو ترشح تاع تونس هذاك حسين كذا وكذا اللي هضرت اسمه. لا 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 ما كانش الاستسلام في هذه، هاو في وقت زفزاف شحال دا من الصوت، راه هكذا بصدره، دا شحال دا من الصوت، والله ما على بالي 14 ولا 15 ولا. سما وليد صادي بشويه تاع المعارف والكواليس اللي يعرفها كما راكم تقولوا انتوما، يقدر يزيد 5-6 اصوات وحنا فريناها تما في الكاف. انا ما ننسحبش نقول وليد صادي كمل فيها، ما تنسحبش لانه الانسحاب يسمى خوف ويسمى استسلام، حنا ما نستسلموش. ولو كان دي صوت واحد تبين انه ديت صوت واحد هذاك واش عندك؟ هذه هي القوه ديالنا. زيدوا تابعوا واش تكلم في الاخير. ابو ريدا تلقى ضمانات بانه راح يواصل عهده اخرى في الفيفا، ولهذا وليد صادي استغل الفرصه هذه وراح يقدم ترشح تاعو باش راح يكون ان شاء الله يعني كمترشح وحيد في شمال افريقيا وباش يكون في المكتب التنفيذي للكاف بدايه من 12 مارس المقبل. وهذا سما وليد صادي على جال ابو ريدا اللي عنده منصب في الفيفا كي شافوه باللي ما راحش يخرج من الفيفا راح يقعد لتم اللي ترشح. سما كان ولي كان ابو ريدا جا ترشح في الكاف سما وليد صادي يجبد روحه سما نستصغروا هكا بالجزائر. لا 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 ما نديروش هكذا. ابو ريدا يهبط يجي للكاف انا نبقى في الكاف نروح نواجهه رغم انه هو كما راكم تقولوا نافذ وقوي. يا اخي كنا احنا اقوياء يا اخي، قلتوا باللي عندنا كواليس وعندنا كذا، انا هذه اللي نزعف. علاش تبيعوا لنا الاوهام؟ يا اخي كنا اقوياء، قلتوا باللي جا واحد قوي على وليد صادي، والان ولينا يجي ابو ريدا انا نهرب. هاو جا تونسي ثاني، التونس ثاني كنا متخوفين منها، هاي دوك ماهوش واحد وليد صادي. يعني ما يجيش ابو ريدا يلقى التونسي قدامه، تونسي ثاني قوي اللي كان اللي راهو في الحبس راه عينه واحد اخر هو اللي راح يدوك يجي يترشح لعضويه الكاف. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الاستسلام بعتونا اوهام ولا غير طمعتوني؟ والله لما قلت انه نحن اقوياء في كواليس وفي دواليب هناك في الكاف، انا نشوف باللي ابو ريدا يا حسين جناد غير يجي صادي يروح. لا 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 هذا الكلام اللي ما نحبوش. الجزائري لا يستسلم. زفزاف نشفى راح بصدره. زفزاف اللي كنت انا ضده كي كان في الاتحاد كنت نقول لكم ماهوش قادر عليها زفيزف في الفيديوهات ديالي كنت ننتقده، هكاك وراح للكاف بلا حتى معرفه ودا 15 وخلي اللي راحوا قبله. لا لا ما ننسحبوش، عيب وعار، ما تقولوليش ننسحب، ما تنسحبش صادي، كمل فيها
كمل فيها، ميم يجي ابو وليده يجي هذا التونسي، روح لهذه العضويه، روح حوس عليها في الكاف. لا اله الا الله، ما تنسحبوش باذن الله، ما ينسحبوش، لانه ماهوش مليح، ماهوش مليح الاستسلام. حنا قلت له بلي راكو اقوياء، وليد صديق قوي في الكواليس، يعني اليوم يجي ابو وليده يهربوا؟ لا لا لا، ما نقبلوهاش خاوتنا، يروح يدير الاستفتاء، ربح ربح، خسر خسر، هذه هي خاوتنا الكرام. هذا ما كان عليا نقول لكم، راكم سمعتوا معنا الفيديو، يعني وليد صادي على حساب كلام رضا عباس راهو ترشح لعضوية الكاف هناك اوفيسيال، والسلطات هي اللي اعطاته الضوء الاخضر. وزيد على ذلك اليوم تونس حتى هي راهي ترشحت وجابت تسمى موقع من مواقعها انه تونس ترشحت لعضوية الكاف ايضا، يعني هنا راح صادي ما راحش يكون وحده في هذا الاستفتاء اللي راح يكون قريبا ان شاء الله. هذه يا خوتنا الكرام، شكرا لكم، تابعونا قناة عبد السبور، فعلوا جرس السلام.